بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم
يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وعلى عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. فصبر جميل. والله المستعان.
المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي
أحسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد ذَتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر كذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن
عظيم. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك. واستغفري لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. قد شغفها حبا. قد شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نبئنا بتأويله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت من آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سميتموها إلا لله
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك به فلبث في السجن بضع سنين. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وقال الملك إني يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وأخر يابسات لعلي قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فذروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك سبع يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما
تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم
رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه
أفعالهم لعلهم يعرفونها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. فلما رجعوا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. قال هل آمنكم عليه إلا كما فالله خير حافظا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي. قالوا يا أبانا ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه بضاعتنا ردت إلينا. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ذلك كيل يسير. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به. قال لن أرسله معكم حتى
حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ولما
دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية في رحل أخيه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه
كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله أن إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا
رزقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ
تَكْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا. قَالُوا تَاللَّهِ تَكْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تكون من الهالكين. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
إنك لأنت يوسف قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد
بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء. إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم.
آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون
فادعوا إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل